استكمالاً لجهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في دعم الأسر الأكثر احتياجاً على طول نهر النيل، والتي تأتي ضمن شراكة استراتيجية وقعها مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، وصلت اليوم باخرة الخير إلى مركز ومدينة أسوان كمحطة أخيرة في رحلتها التي بدأتها الاثنين الماضي من مدينة الأقصر، حيث قام أعضاء المؤسستين بتوزيع عدد من الطرود والمستلزمات المدرسية على عدد من طلاب المدارس بمدينة أسوان. احنا طبعا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، هاي مبادرة عزيزة علينا، مبادرة العودة للمدارس لأبنائنا الطلبة. وطبعا احنا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية عندنا أولويات كثيرة في أهدافنا الاستراتيجية. الأولويات اللي عندنا التعليم، الغذاء، الصحة. طبعا بدينا هالمبادرة وهي أول مرة احنا نسويها في محافظة الأقصر وأسوان، سعيدين بوجودنا هنا وسعيدين احنا ننفذ المبادرة هاي بالتعاون مع كل اللي موجودين، سواء العمل التطوعي والشباب اللي كانوا موجودين حتى إنجاح المبادرة هاي. وفي خضم هذه الجهود الحثيثة من قبل التحالف الوطني، أثنى نائب محافظ أسوان على الشراكات الدولية التي يعقدها التحالف الوطني مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق تكامل في مختلف المجالات. دور التحالف الوطني واضح للجميع، هو تنسيق كل الجهود التنموية اللي ممكن يتم عن طريق مؤسسات العمل الأهلي في جمهورية مصر العربية، وابتدوا إن هم يحطوا قواعد تنظيمية لتنسيق العمل ده. زيد عليهم أو ضيف على الموضوع ده كمان الشراكة اللي بتتم لأول مرة ما بين التحالف وبين دي بي وورلد الخيرية في تنظيم جهود تنموية. واضح لنا النهاردة جدا إن دي بداية، وكان في حديث جانبي بيني وبين دكتور عمر من مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، وأكد على إن دي بداية تمتد أثرها لما بعد النهاردة. النهاردة هو عبارة عن إطلاق، ونقول للناس جميعا إن في شراكة قوية جدا ما بين مصر والإمارات ممثلة في التحالف الوطني مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، بدايتها النهاردة من توزيع رمزي لبعض مستلزمات الطلبة في مدارسنا في أسوان. طبعا احنا النهاردة وصلنا محطتنا الأخيرة من باخرة الخير بعد انطلاقها يوم الاثنين الماضي من محافظة الأقصر، ثم بعد ذلك إلى محطتنا الثانية كانت إسنا، ثم إدفو، ثم كومومبو، ومحطتنا الأخيرة كانت أسوان. وده في أول تعاون دولي للتحالف بين التحالف الوطني ومؤسسة دي بي وورلد من خلال توقيع البروتوكول اللي عملناه يوم الاثنين الماضي، وده من خلاله هيتم كبداية البداية الأولى من خلال برنامج العودة المدارس من خلال توزيع 5000 طرد من أدوات مدرسية وخلافه وشنطة مدرسية وأدوات مدرسية وخلافه. ثم بعد ذلك البروتوكول يتضمن غذائي وصحة وتعليم وتمكين اقتصادي. وتأتي هذه الجهود ضمن بروتوكول تعاون تم بين التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي ومؤسسة دي بي وورلد الخيرية، حيث من المنتظر تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بين الجهتين خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات المصرية. من محافظة أسوان، محمد زهران، CBC.